وهلا مشاهدينا صار الوقت لنعرف اخبار حظوظنا وشو مخبين لنا الفلك بالايام الاخيره من ختام سنتنا، وان شاء الله تكون خير على الجميع. مع نجلة أباني كل هاي التفاصيل. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، تضلوا دائما بخير، دائما ايامكم سعيده، مرتاحين مبسوطين. اليوم 11 ديسمبر 11 12، كانون الاول، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد إلى جانب الزهرة، عطارد للسفر للأوراق لكل ما يجري عبر الهواء، إلى جانب الزهرة للحب، الارتباط، العلاقات، الأمور الشخصية، اثنيناتهم يتقدمان في برج أرجدي. هلأ حاملين جزء من تعب لمولود برج الحمل، السرطان، الميزان والدلو، لازم ينتبهوا هالأبراج شوي حتى على أعطالهم الكهربائية، كأنه القصص أخذ طابع أعطال كهربائية أو أعطال بالأشياء المنزلية عموما. طبعا ما زال المريخ يتراجع في برج الجوزاء، ما زال عامل نوع من أنواع الاستياء، العصبية، العدائية، والأمور الصحية اللي ما كتير الأريح لمولود برج العذراء الجوزاء، إضافة إلى القوس والحوت. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي رغم أنه اليوم أفضل من اليومين اللي مضوا، بس الحقيقة هاليومين ثلاثة شوي فيهم كركبة، شجار محتمل أو تسرع أو انفعال أو نوع من أنواع العصبية. هلأ ما تدخل صراع لا يلزمك على كل الأحوال، واستنانا مساء، لأنه أي صوت عالي اليوم ممكن يخلق من وراء مشكلة تزيد الهموم ما تنهيها. على كل أمورك المساء أفضل بكتير، فابتعد بالنهار مولود برج الحمل عن العصبية غير المبررة. مولود برج الثور، الأمور لها علاقة بالإيجابيات، في نوع من أنواع الأفراح، الزيارات، العلاقات، سفر أو عقار أو خبر، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس غالباً اليوم مولود برج الثور عم يتعامل مع مستجدات الحياة بهدوء وود ومحبة. هي الأيام أنت محترم ممن حولك، في حواليك نوع من أنواع الإيجابيات، العلاقة بسعادة، كأنك عم بتمتن علاقاتك بمن حولك. رغم أن الأمور جيدة على الصعيد المالي للجوزاء، إلا أن الأمور يعني العلاقة بصرف أكثر مما يجب. خفف صرف لما تضطر لطلب قرض أو مساعدة. هاي الأيام فيها صرف كتير ودخل قليل. ما بشوف الشهر اللي جاي لدخل قليل، بس في صرف كتير، العلاقة بظروف محيطة على الغالب حواليك، أو واجبات مع من تحب، أو نوع من أنواع هيك القصص اللي العلاقة بتغييرات حواليك، أعطال، مرات سفر لا سمح الله. مولود برج السرطان، لسه الأمر ببرجك، مع أنه بعد الظهر يختلف مكانه، بس بالنهار ظروفك لسه مناسبة لتحسن علاقاتك، لتستقبل ضيوف، لتشغلك محبة عائلة، أهل، أصدقاء، لتهتم بأمورك عموماً. تمتلك معنويات مرتفعة مولود برج السرطان، وتفرح لشعلة طارئة ربما تبث فيك حماس. لسه الأمور ما كتير مرتاحة لمولود برج الأسد، عم تواجهك بعض الضغوطات، بس بالمجمل حاول تستوعب ظروف الآخرين، لأنه غالباً في سوء تفاهم محتمل، أو تصبح انفعالياً أكثر مما يجب، أو نقاشاتك حادة، أو أنت منخفض المعنويات. هلأ تبدو قلقاً وربما تشعر ببعض السلبية، لا تكن صريحاً كعادتك، لأنه غالباً برج الأسد عنده نوع من أنواع انحراف المزاج، رغم أنه المساء أموره أفضل بكتير. العذراء عم بيباشر علاقات جديدة، وعم بيلاقي قواسم مشتركة بينه وبين الآخرين، لقاءات مع أصدقاء أو جسور عم تبنيها بينك وبين الناس حواليك، علاقاتك جيدة، أنت شخص منظم، توفق بين الآخرين حواليك، عندك قصص اجتماعية على الغالب، أو تعرف حتى على أصدقاء جدد. مولود برج الميزان، اليوم الأمور العلاقة بالإيجابيات على صعيد سفر، علاقات إيجابية، بس مع ذلك أنا بشوفك شوي مكركب، يعني ما كتير الأريح، أهل، أصدقاء، أحباء عاملي لك نوع من أنواع الإزعاج، بس مع ذلك ما في شيء سيء إذا أنت منتبه، بالعكس الأمور بالنسبة لك ضمن إطار الجيد، والمساء بكرة أمورك أفضل بكتير. العقرب، أنت اللي وقت التغيير إلى الأفضل قد حان، صلك يومين ثلاثة مرتاح أو مبسوط، عم تحاول مصالحة أو إصلاح وهو الأصدق أعتقد. مع ذلك إذا بدك نصيحتي، خلص شغلك الضروري اليوم،
لا تأجل شيء لبكرة، لأنه في نوع من أنواع هيك المحيط اللي اليوم داعم لك، تأثيرك جيد في الآخرين، وغالباً الحظوظ مساعدة لك. لذلك خلص أمورك اليوم ولا تأجلها لبكرة. مولود برج القوس، الأمور اليوم لك إيجابية، فيها مدح أو تأييد على إنجاز، يمكن فيها شؤون خاصة عم بترتبها، رغم أنه وضعك الصحي بحاجة لشوية انتباه. مثل ما قلنا المريخ عم يتراجع في مكان مو كتير مناسب، بس اليوم أنت مثار مدح أو في عندك مساعدات شعبية تتصاعد، تشعر بالسعادة نتيجة وعود أو محبة أو أجواء إيجابية. الجدي هو اللي مو كتير مرتاح الحقيقة، الأمور ليست في أفضل حالاتها، ما بعرف تصرفاتك شوي سلبية أو هو في سلبية عم تلازمك هاليومين ثلاثة، نوع من أنواع الشائعات، نوع من أنواع الصدامات، النزاعات، يعني ما كتير بشوفك مرتاح، رغم أنه بمجرد ما يعبر النهار، يعني النهار هيك مضوى خليني أقول، بعد الظهر أمورك بتبلش تتحسن، بقى شوي الأمور رايحة باتجاه الأفضل. هلأ عندك 4-5 أيام بياخدوا العقل، وأعتقد حتى اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا. يعني مولود برج الدلو عنده 100,000 قصة شغلته، ما بعرف ممكن ترجع بعد دوامك إذا عندك دوام مثلنا بساعات، يعني شغلك كتير وعم تحاول تعمل شيء أنت بدك إياه، ما أظنك عم تقدر. اليوم في أعمال مرهقة، في قصة صحية على الغالب، حاول توفي بمسؤولياتك على كل مولود برج الدلو. عندك إحساس أنك عم تشتغل أكثر مما يجب بالوقت اللي لازم ترتاح. مولود برج الحوت، اليوم الأمور جيدة لتحقق طموحات، لترتب أمورك، يمكن مالياً يمكن معنوياً، يمكن حكي نقاش تعبير عن ذاتك، قرارات تدرسها على الغالب، اجتماعات مع زملاء أو مع ناس أنت بتحبهم، نقاشات جدية ربما. على كل اليوم يوم جيد بالنسبة لك وإيجابي. خليني عايد مولود اليوم، مولود 12، وأتمنى له السعادة، محاور مناقش، يتعلم من الحوار، يفكر ويتصرف بنفس الوقت، متهور بأحكامه، متسرع بقراراته، قراراته مو كتير ثابتة، بحب الأجهزة الإلكترونية المتطورة، حضاري، منفتح، دبلوماسي، يبحث دائما عن الجديد، كريم، تاجر ناجح. يعني بتمنى يركز على قصة واحدة لأنه بتكون أموره أفضل باتجاه واحد. يعني طبعا سنة مهمة، فيها طاقة وحماس، فيها نوع من أنواع التغييرات، كأنك داخل قصة جديدة هاي الفترات، عمل جديد، شغل جديد، يعني الأمور أخذ هذا الطابع الإيجابي الجديد اللي ممكن يكون جيد بالنسبة لك. والأمور على كل الأحوال بالنسبة لكم سعيدة. مواليد 11، يجعل أيامكم خير وتضلوا دائما بسلامة. رسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. نورهان عم تسألني عن أمورها. نورهان عندك 6 شهور كتير حلوين، ليس منهم هذا الشهر، هذا الشهر مو كتير مريح، بدك للشهر الجاي، يعني بداية السنة بتبلشي سنة جيدة. عندك 4-5 شهور غالبا فيهم تغييرات يا روحي، غالبا فيهم تغييرات، تغييرات إيجابية، بداية عاطفية جديدة ربما يا نورهان. ندى عم تسألني، 71 هي عم تسألني، مع تفاهم مع الشخص، هلا هاي العلاقة للتجاذب أكثر منها للتوافق، ما بعرف إذا هو أعزب، إذا القصة لساتها مشروع، لأنه حطي ببالك إنه ليس من الأشخاص اللي ممكن يتزوج عمرته، وبيني وبينك حتى ما بيطلق، فحطي هاي القصة ببالك. ما بعرف يعني إذا هو زوجك أصلاً، بس علاقتكم ضمن إطار الجيد. طبعاً أنت حدا عصبي ومستعجل وما عاجبك العجب، وهو لين أكثر مما يجب. يا زيد عم بيسألني عن أموره، يسعد أوقاتك يا زيد، سنة جيدة جدا لك، إحدى الأعوام الأفضل يا زيد، خاصة أنه برجك الصيني مبشر هذا العام، يعني مبشر بتغييرات على الغالب، والسنة بالنسبة لك إيجابية وجيدة، خاصة هلأ هالأشهر القادمة. صباح، شو برجي؟ 21-6 دائما بيكون برج السرطان، بس أنت أخذ تكي من برج الجوزاء، يعني أنت بنسميكي اللي على الحافة، شوي منلاقيكي عصبية ومستعجلة، وشوي منلاقيكي هادئة وحنينة، والأمور بالنسبة لك إيجابية عموما. مها عم تسألني عن أمورها، بالذات عن السنة الجاي، 6 شهور الأخيرة أفضل من 6 شهور الأولى يا مها، فالله يقدم لك كثير خير ويفرح قلوب الجميع.
سعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير. دائما بخير، يسعد صباحك يا رجل. صباحكم خير.